محمد والسلام عليكم. هاد المرة راني جبت لهم بعدا ما ياكلوا شي شوية باش يلا تعلم الله ان شاء الله ما نتعطلوش حيت جايين بالرونديفو. احنا قربنا نصور لكم الصحيبة اللي واحد البنت مسكينة قالت لي الام ديالها عيانة بغات تجيبها عنده وانا نوريك البلاصة. ها هو شتي هذا هو الدكتور عبد المجيد ازرور. ها البلاصة فين مع لافيات الاول شاري شوف هذا هاد الصيدليه هادي ما عرفتش شنو سميتها هاد الصيدليه وحده واحد الصيدليه سميتها صيدليه الشارع هاي شتو وما انا صورت لك سيره وليداتي سير سيرة محمد ضربي فيها الفقدة ها؟ ضربي فيها الفقدة ماشي عندها؟ صحيبة احنا عند الطبيب ومحمد تيتسنى الطبيب صاحبات احنا خرجنا من الطبيب هو صافي دابا عاوتاني قال لي كملي شهرين ملي غنولي نرجع له واش غنخلص ولا لا قالت لي ما نوليش نرجع اختي نمشي غير دابا انا عندي امو نمشي نشوف له الدواء ونقاد هادشي ديال امو انا عندي المشكله في هذاك الشيء القديم هذا الشيء القديم الى تحل نبقى ديك الساعات نديه الطبيب ديال الدوله واخا ندي حتى طبيب اخصائي راه غادي ترجع لي هذيك القيمه ياك القيمه اللي دوزت له بها غادي ترجع ياك الصحيبات. السلام عليكم صحيبات كيف بقيتوا لاباس عليكم كي داير الاحوال ايوا كيف شفتوا الصحيبات ديت لولد الكونترول ايوا صافي شافوا الطبيب هذا قال لك كاين تحسن وعطاها كملي له قال لك داك الدوايات الدوايات اللي كتب ليا خاصني نكملهم له قال لك شهرين ولا ولي عاوتاني نرجع عنده. سولت هذيك اللي تما قلت لها واش شهرين ولا نرجع واش نخلص ولا هذا قالت لي اه صافي ما غنوليش نديه غي يكمل هاد الدواء نمشي نديرو داك التحاليل ديالو ديال الكلاوي وتخطيط القلب والتحاليل ديال الدم ونرجع عند الطبيب نرجع عند الطبيب ديالو اللي في سي اش او ونشوف شنو غادي يدير. انا اصلا خايفه من هاد التحاليل نكذبش على الله زعما تمشي تكون شي حاجه ولا الله يستر ما بقيتش حامل صدمات جديده وهذا حرام كافيه مع هادشي اللي انا فيه ايوا والله المستعان. انا هذا ولي كاين لي احباط المرض الولد ما كون ما كانش هذا فراني هذا ملي كنشوفو كيمرض كنخاف يا اختي والظروف ليست مساعده
والله المستعان، ما يحس بيك الا اللي نفس الظروف ديالك. انا راني فعليا بوحدي، فعليا فعليا بوحدي، عارفه واحد الكائن بوحدو مع جوج وليدات، خاص ضروري يدير داكشي كله. انا كندير كلشي داكشي. دابا هي ديك الصبوره هي اللي قبلتكم انا والله الا كنخدموا فيها التمارين، نشرح لهم دابا حيت راهم مغيبوا هاد اليومين، حيت البنيته ضروري كنديها معايا وتعطلنا عنده وما نقدرش نخليها، ديتها معايا. دابا عطاني شهاده طبيه فيها ديال ديك المره، حيت ديك المره ما عطانيش وهاد المره عاد عطاها ليا، ومعايا البنيته وصافي. ايوا داك التمارين راه حنا كنخدموه في الدار. بعد الامتحانات اللي دازوا المستوى ديالهم طاح، حيت تقريبا راه شي 20 يوم اللي ما قراش، غيابات بزاف. والبنيته بعض المرات ملي كنكون غادا للطبيب راه كنديها بوحدها، ولكن ملي كنكونوا غادي للطبيب راني كنديها معايا. ايوا صافي هادشي اللي كاين، الله المستعان. هادشي اللي كاين هضره بزاف وسكت حسن، والله المستعان، والله ياخذ الحق في داك اسود القلب. كانوا كيقولوا لنا شحال هادي داك اللي تيكون بشرته سوداء تكون قلبه ابيض، هذا الله يستر اسود الوجه واسود القلب بجوج، اما سواد البشره فهو ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن سواد القلب هو اللي مصيبه. فسبحان الله قلبه كحل يا لطيف. وكان نستغرب من هذوك الشمايت ديال اللي معاه اللي كيلتمسوا له العذر، بحال دابا انا واحد صاحبه كيهضر معايا هكا قال لي راه السيد تعبان وما مرتاحش ومشتت وماشي هو هذاك وباغي وليداتو يكونوا معاه، يعني كيلتمسوا العذر، زعما هاد الشمايت تيتشابهوا كيلتمسوا العذر لبعضياتهم. وهاد ولادك اللي كانوا في السودان علاش ما ديتيهمش معاك؟ علاش ملي كنت كنترجاك كنقول نمشيو للسعوديه ملي كنا في السودان متوحين، لا دواء لا علاج لا مناخ لا بنية تحتية لا ظروف مساعدة لا حتى شي حاجة، والحرب والحالة اللي كنا فيها راكم شتو بعينكم نتوما شتو غير جزء، علاش ما مفكرتيش في ولادك وتهذا؟ واش نتا ولادك تما ما كنتيش كتزورهم وما كتشوفهمش بالسنوات؟ كي شي دابا هاد بوركابي انا اللي كنت الدايه عرفتي كتكوني كتهضري معاه هو راه كيوجد لك الرد. النرجسي تيكون هو الجاني وكيوهم الاخرين انه المجني عليه، اصلا النرجسي كيمارس النرجسيه ديالو والسادي، لانه هذاك الانسان كان يتلذذ بالتعذيب وكان كيحلاله يعني معاشرتي وانا معذبه او باكيه او هذا كتسمى ساديه وماشي نرجسيه. النرجسيه راه ربما هذا هما بجوجهم بحال فهو كان هذيك النرجسي تيمارسها غير على اهل بيته، راه مع المحيط مع الاصدقاء ومع الزملاء تيكون مثالي، ما كيتبانش عليه، راه كتبان مع الطرف الاخر اللي في البيت، يا اما كتبان مع ولادو يا اما كتبان مع زوجة ديالو، فهمتي تما فين كيبان. اما في الوسط الخارجي راه تيبان انسان مثالي ومحبوب وانسان كذا وكذا. ايوا كلا هو ما كيخلي حتى فرد، ما كيخلي. هذا صليتي؟ تقبل الله وصوبي بلاصتك باش نعسو بحالتنا، فهمتيني؟ يعني ما تيبانش. ايوا الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق. يضيقها علينا، الله يضيق مرور على الصراط المستقيم، وعذبنا وتكرفس علينا، وخاصه هاد الوليدات
وربي سبحانه وتعالى يجعل دائرة السوء عليه وعلى من يلتمسون له العذر. الشيء انا وحدي من صحابو راه انا كان كيعرضوا عليا الزواج، شحال منهم كانت وصلوا معايا وانا في السودان تيقولوا لي بغينا نتزوجوا به. ها صحابو وعندي ما يثبت، ولكن الله يحفظهم الحق. كنت كنقطع عليهم وكان هذا وهذا، شحال من الناس تما كانوا حاسدين عليا، فهمتي؟ نهار اللي عرفوه طلق مني توصلوا معايا وعرضوا عليا الزواج وانا اللي رفضت. وفي التالي هذا باش عرف هو قيمه النعمه اللي كانت في يده. دابا عاد قاس هو راه ماشي قاس كيتحسر على الولد، كيتحسر عليا. علاش سيد قاس بلا زواج الا كنت انا اللي فعلا هذا؟ ايوا سير بدا حياه جديده، علاش باقي كيلوليه فركنا؟ بعد المراه راه مضحيه على وليداتها، المراه الا قاسات بلا زواج راه كتبقى على وليداتها وغريزه الامومه عندها بالنسبه لها يعني عاليه على تفكيرها في شهوات وفي ملذات ولا في شي حاجه اللي هذا شهوانيه. اما انت كرجل 9 سنين وانت باقي وتتحلطم وتتسنى وتتمنى، كون ما كانش عندك الغرض ديالك وراك عطيتي لها الوليدات مستحقتهم. اللي انا في السودان، انا في السودان في بلادك كان صافي، في بلادك خاصك ما تعذبنيش، بالعكس انا دايره بحال شي خدامه عند هاد الاولاد مقابلاهم مجانا. ايوا علاش كنتي كدير لي اكراهات؟ علاش حتى الدواء ما كنتيش كتصيفطو؟ علاش كتقول لهم خليها تعذب وتا واحد ما يعاونها؟ بغيتها تستنجد بيا وما استنجدتش بيك، استنجدت بالله سبحانه وتعالى. والدواء كانوا تيصيفطوه لنا الناس وكانوا كيعاونونا الناس، وجهاز التنفس ما صيفطتيش لولدك وانت في السعوديه، تصيفطوه معاك زميلك هو اللي صيفط جهاز التنفس لولدك. يا المنافق يا المخادع يا ابو وجهين، هذا دليل على انك شنو باقي عينك فيا؟ لا نخليك بوحدك باش ما تلقاي لا معيل ولا معين الا زعما انت، راه معيلي ومعيني هو الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ انا وحده معايا الله سبحانه وتعالى. زعما هاد الحاله اللي انا فيها، هاد الحاله راه تنعرفها وعايشها وانا طفله، ماشي عاد غنعيشها دابا. صحاب كان عندي شي طاش طيله اللي غادي توقف معايا، حنا عارفين هادشي وانت براسك عارفه. والله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. راني تنخصص لك ركعات وصلوات وسجدات وورد، وكنتمنى نشوف هنا في الدنيا قبل الاخره، وان شاء الله تكون عبره لاشباهك من ذوي الوجهين اللي تيديو بنات الناس وتيتكرفصوا عليهم وتيمارسوا عليهم الساديه ديالهم، النرجسيه ديالهم والحقد والعنصريه. الله ياخذ فيكم الحق. ايوا هادشي اللي غنقول لكم الصاحبات، حنا باقي تنتقاتلوا في هاد الحياه. ايوا ان شاء الله ربي قاد الامور، ان شاء الله يكون هادشي اللي جاي احسن من الذي مضى، وذلك الظن في الله سبحانه وتعالى. حنا ما غاديش نستسلموا. ايوا ان شاء الله. انا صراحة خايفه من هادشي ديال تخطيط القلب والكلاوي وهادشي ديال الدم، هادي صراحه خايفه ما نكذبش على الله. موضوع التنفس، الجهاز التنفسي والرئه انا عارفه، ولكن باش نزيد شي حاجه هذيك هي اللي انا ما بقاش عندي فين نزيد، تنحس الطاقه ديالي الاستيعابيه ولا ندري. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، والحمد لله حتى يرضى وعند الرضا وبعد الرضا، والله سبحانه وتعالى يبدل حالنا الى احسن حال، والله يوقف معكم كيف ما وقفتوا معنا، وينفس عليكم من كرب الدنيا وكرب الاخره كيف نفستوها علينا بزاف. ونتمنى من الله تبقاو معنا. انا كنسمع زعما في قنوات اليوتيوب راه كيكون فيهم مداخيل، غير لو وقفتوا معنا وتكاتفتوا والله بالمشاهده وباللايكات وتشوفوا الاعلان، راه نتخلصوا من هذه القناه وتعفنا على الكثير من الناس. الا وقفتوا معنا
ما بغيتوناش نطيحوا الراي ونبقاو مع هاد الوليدات مقاتلين. وقفوا معانا وهانتوما تتشوفوا حنا ما مقادينش هاد الوليدات، حنا مقاتلين عليهم باغيين نوصلهم. اذا وقفوا في الخير، والله يقف معاكم ويجعلها ان شاء الله هاد العمل يعني في ميزان حسناتكم، ويقولكم الله في صحيحتكم، في وليداتكم، في العمل ديالكم، في من تحبون ان شاء الله. ايوا وفي الاخره في الدار الباقيه، الله يجمعنا ويجمعكم في الفردوس الاعلى. اللهم امين.